بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا بحال هاد سلايد جرافيك في الباوربوينت. اوكي، إذا نشوفوا بحال هاد الشكل هذا. اوكي، بطريقة سهلة. اوكي، ديال ناخذ واحد النوفو dispositif. OK. OK. اول حاجه نمشي انسيري واحد اطلقوه هنا. فوالا هذا وي. OK. كليكي على دائما على شيفت، ندير شويه بحال هكا. فوالا، نجي هنا لداخل ونصغر شويه على هذا الشكل هذا. فوالا، نصغر شويه، ندير كونترول شيفت على هذا الشكل هذا. سي بيان شويه. فوالا هكا مزيان. اوكي سي بون، كليكي عليها. نجي الفورما، ندير ناخذ هذا شويه ما بين الكري والابيض. كونتور ديالو نديرو له سون كونتور. فوالا هكا. ندير كليكي على كونترول، ندير عليه واحد الدوبل هكا. اوكي، ونجي هنايا ناخد ريكتانجل و ندير في الوسط نتاعو. كي جينا نشوف الوسط ديالو هو هذا. فوالا، راه في الوسط نيشان. اوكي، اذا دابا نسيليكسيوني هذا وهذا. اوكي، نجي الفورما ونجي ناخذ هذه. اوكي، هذه الزوجه هذه. عطاني دابا نزرك سيباغراف. نجي نولي نكليكي على هذه الاولى، نكليكي على هذه الزوجه. فوالا، عندنا هذا الشكل هذا. نبدلها الكولور، ناخد ندير هاد الكولور هذا. فوالا، ونجيبها عند هاد الاولى هادي. فوالا، على هاد الشكل هذا. غادي نجروبيهم، نسيليكسيونيهم بزوج، نجي نجروبيهم. فوالا، ونمشي للانيماسيون. اجوتي انيماسيون، ندير لها روتاسيون على هاد الشكل هذا. قد ما يبانش هاد الفولي هذا نحيدو. اذا الفولي هو هذا تاع الانيماسيون، ماشي يبان هكا. فوالا، اذا انت هادي. نجي نسيليكسيوني هنا اوبسيون دي في. اوكي، اذا غادي نبدل هنايا اسمنا لي زياد، ندير 120. 120 ليش؟ راه يعطيني 60%. نبدل هنا 120 اونتري. فوالا، نجيب هذا ف نديرها 2 سكوند وندير اوكي. اذا فوالا هذا الشكل هذا. وهنايا نجي ندير لا دوري، ندير فوالا السكوند. فوالا هذا الشكل هذا سكوند. دابا نجي لهذي، انا اللي ندير نديبليكيها. نكليكي على كونترول، نجي واحد الزوجة هنايا هكا. فوالا، نجيب التالتة، نزيد الرابعة. هاد الكولور جا شويه مجهد بزاف. نجي هنا نبدلو، ندير هدا سي ميو. اوكي، نجي لهادو الشكل هذا، ونمشي توجور. قلنا انني نشوف الينيهم على هكا ميليو، وعاد ندير لهم ديستريبي على الشكل هذا. فوالا، دابا سي بيان. فوالا، دابا راهم مسونطرين. نبدل لهم الكولور، نفوت لكل وحدة. دابا نبدل هادي، ندير باغ اكزومبل ندير هكا. سيليكسيون هاد الزوجة،
ندير الكولور هذا هذه ولا شي كولور بهادو فوالا هاد الشكل هذا اوكي دابا ندوزهم ندوز الماسون تاع هذه الزوجة اوكي هنايا ندير اوبسيون تاليفي درت قويله 120 دوغري هاد الزوجة غندير لها 150 باش تعطيني 70% 150 ندير اونطري اوكي هكا تلتا غادي ندير لها 90 دوغري فوالا تعطيني بخي 50% والرابعة غندير لها 160 دوغري فوالا باش تعطيني 90% اونطري فوالا على هاد الشكل هذا بغينا نجيو نحيدو الجهات الثانية نجي توجور هنايا نجي ناخد دايما ريكتانجل اوكي ندير هكا فوالا الشكل هذا نجي فورما نجي هنايا ندير لها لوبيض نحيد له الكونتور ديالو سون كونتور فوالا على هاد الشكل هذا دابا نجي ناخد ندير لو تكست ديالي فوالا هكذا اذا هذا غادي ندير له 60% 60% الشكل هذا فوالا نجي نبدلها وندير هنايا تي دبليو ناخذ هذا ندير لها كرا 30 اوكي وناخذ لها الكولور شكل الكولور اللي درت هنايا درت الوردي الازرق الاخضر اوكي نجي لهذا وندير لها الكولور اللي درت لها الاخرى وانا هك خديت هذا نجيبها هنا في الوسط فوالا هكا سي بون ندير الاخرى كذلك اذا هيا ندير بحال هذه تقريبا نجي ناخذ ناخذ غير هذه او نجي نكتب كاع ندير اول شيء نعاود لها غير هذه نديرها هنايا ونجي نكتب شنو كتبت هنا نتائج الدورة الاولى ونجي نكتب هنا بالعربية مثلا عربية ولا فرنسية على حسب شنو انا غير باش نتائج شنو درت الدورة الأولى هكا نصغر في الكتبة بهذا الشكل هذا غادي نكبر شوية 18 سي بون بيان هكا ندير لها سونتر هكا فوالا نحاول نجيبها او ميليو على هاد الشكل هذا سي بون نطلعها واحد شوية فوالا هكا مزيان نزيد كذلك التالتة ندير كونترول ونزيد هنايا ونكتب داكشي اللي باغي شنو كتبت هنا بلا ما نبقى نعاود نفس الكتبة ناخد غير هادي حنا باغيين غير نعرفو الطريقة شو اللي يجي نكتب نفس الكتبة اوكي ندير كونترول في نصغر شوية الكريتور نقلع خليها اقرا راه الشكل هذا اوكي ندير هادو ندير لهم ان ردهم في نفس الجروب سيليكسيونيهم كاملين اوكي نمشي ردهم في نفس الجروب فوالا باش نقد انني نديبليكيهم فوالا نفس الشيء
اوكي ماشي هكا. هذه بحال اللي شكيت انني هززتها شويه. غادي نشوف انا هكا مزيان. سي بون على هذا الشكل. هذا درتها بالوردي. هذه قلنا الكولور اللي درت الزوجة. نسيت ندير الازرق مورا الخضر. اوكي نجي هنايا درت هذه شكون الازرق. نجي ندير بدل الكولور. فين بدل الكولور انا كذلك ثاني يا غير هنايا بزرق فوالا. هادي درت لها شكوى الخضر. شكوى هذا نشوف نفيريفي هو هذاك. هذا شو يعني فوالا نبدل لها الكولور تاع هادي. فوالا على هذا الشكل. هذا سي بون. هنا نبدل بورسونتاج. هنا ندير 60 هنا ندير 70 وهنايا 50 وهنايا ندير 90%. سي بون. اوكي دابا نفوتو ايزانيماسيون. اذا نجيو لهنايا اوكي ونمشيو ناجوتيو انيماسيون نتاع الزوم. فوالا اذا هادي هي. نجي هنايا نردها ابري لا بريزيدونت. اوكي وندير لها هنايا 25. اوكي ونجي هنايا لها التاليه ونطلعها ونجيبها مور هادي. اوكي ابري نجي لهادي. اوكي اللي هي هادي. غادي نجي ندير لها ابري بريسيدون على الشكل هذا. اوكي ورد هذه 25. اوكي ونجي الزوجة ندير لها نفس الشيء ونأجوتي لها الانيماسيون نتاع الزوم. فوالا على هذا الشكل هذا. ندير لها ابري فوالا وردها حتى هي 25. اوكي نطلعها هنايا. اوكي كذلك نجي لهذه نفس الشيء اللي هي هذه ونجي ندير لها ابري وندير لها 25 ونجي لهذه. ندير حنا في الثالثه ندير لها اد زوم. فوالا هذه ندير لها ابري ونضع 25 ونطلعها لهذه. تبقى لي التاليه اللي هي هذه. اوكي ندير لها ابري فوالا نطلع 25 ونجي لهذه التاليه اجوتي لها لو زوم. فوالا هو هذا. ندير لها ابري فوالا وندير لها 25. اذا نشوفوا دابا كيفاش غتبان. فوالا بهذا الشكل. هذا سي بيان. نزيد دابا ناخذ غير هذه الكتبه اللي كتبت. انا كتبت هاد الكتبه الفوق. درت غير جيت اكوي نسيت لو زون دو تيكست هنايا وكتبت فيها وزدت واحد لو زون دو تيكست لتحت. اوكي هكا وكتبت فيها هادي غير كتبها باش تعطي شويه واحد الجماليه على حساب لو تيكست اللي غتكونوا كاتبينو وشنو باغين تكتبوا هنايا. تقريبا كملنا دابا. ندير واحد القضيه نجي لهادي ندير بوطون دروا وندير ديبليكيها ديسبوزيتيف. ندير هادي فوالا. اذا هادي هي اللي كنت خدام فيها. نجي لهاد الزوجه نشوفو كيفاش غادي نطلع لها
الاخر ديال الانيماسيون نطلعهم. فوالا نجي لهنايا نرجع لانيماسيون اوكي هادي ندير لها ندير افيك لا بريسيدونت نجي لهادي هنا افيك بريسيدونت نجي لهادي ندير افيك لا بريسيدونت هاد الشكل هذا وهنايا لو جروب نجي حتى هي ندير افيك بريسيدونت وندير لهادي 75 نجي لهادي ندير افيك لا بريسيدونت هادي كذلك الرابع على الشكل هذا. اذا غنشوفوا كيفاش غيخرجوا. نجي هنايا نشوفوا الديابوراما ديالي كليكي ونشوف فوالا سي بيان فوالا نشوف دابا اللي درتها التاليه فوالا على هذا الشكل هذا. اذا هنا انتهى الدرس ديالنا. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك وخليونا كومنتير. واللي مازال ما تصابوناش ان شاء الله يتصابونا معنا باش يوصلوا دائما الجديد. ما تنساوش الضغط على الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.